لازم يتعلم ابنائنا هذا الامر. قد ياخذ قرار الان يمكن اليم، لكن ترى له فائده في المستقبل. من الامور التي ممكن يعني تحدث اشكالات مع ابنائنا لما تقول له اترك هذا الصدمه، هذا قرار لازم اوضح له القرار هذا له فائده كبيره في المستقبل وله قد اثار سلبيه الان، قد له فوائد الان الانبساط والمناسب كما يعبر عن شبابنا، لكن حبيبي انتبه لها اثار وخيمه في المستقبل. يتعلم الابناء ان القرار هذا له اثار الان وله اثار لا نغفل عنها ايضا في المستقبل. اما عن خطواتها كما يعني هو سؤال يعني طيب منك تركي، وهي نفس خطوات حل المشكلات، لكن انتبه ان المشكله ما اقصد مشكله تلك العائق الذي يقف امام الاهداف، لا المشكله مجرد اني انا على مستوى معين اريد ان ارتقي لمستوى اخر هي تعتبر مشكله. مثلا لو قلت مثلا مستوى ابنائي الاكاديمي معدل 90 لكن اريدهم او هو يريد او قرر ان يرفعوا الى 95، هذه الفجوه تعتبر مشكله. ممكن واحد يقول ما في مشكله ما في عائق، لا مشكله انا ابغى ارفع من هذا المستوى. اذا تحديد المشكله وضع بدائل، بدائل اللي عندي اختيار البديل وهذا هو اتخاذ القرار ثم التنفيذ والتقييم. إذا في وقت نفصل الخطوات هذه ما أدري. جميل، نعم نعم، تفضل تفضل أستاذ زيد. بالعكس أستاذ منير، إحنا نريد نفصل فيها حتى بس توضح الصورة للمشاهد. جميل. طبعاً احتمال هذا أذكر فيها البعض، يعني لا خاصة التربويين والإداريين معروف لديهم، لكن نذكر فيها قد يعني أضيف بعض النقاط. تحديد المشكلة لازم أعرف بالضبط ما هي المشكلة أو أيضاً ما هو هدفي بالضبط. أعرف أسبابها، أعرف مدى تأثيرها. لا أجعل أعراض المشكلة أو أحل العرض وأترك المشكلة. أعطي مثال بسيط من المستمع، السرعة عند الشباب، السرعة بالسيارات، هذا أعتبر أنه عرض لأشياء موجودة داخل الشباب. إحنا دائما نعالج هذا العرض، مثلا بعض القوانين المعينة بعض أو العقوبات، نلاحظ الشباب يتحدى العقوبات هذه لأن هناك قد تكون مشكلة في نفسه عرضها هذه السرعة. فإذا لابد أن أتأكد أني حددت شكل المشكلة التي أريد أو الهدف اللي أريد أن أحققه. ثم بعد ذلك أضع البدائل وهو مجموعة من الحلول التي تؤدي إلى إنهاء المشكلة أو على الأقل التقليل من سببها، أو أيضا البديل لحقق الهدف اللي أنا أبغاه مع أبنائي. وطبعا لابد أضرب أمثلة للأبناء، مثلا شراء منزل، إيش البدائل اللي عندي منزل في هذا الحي وهذا الحي وهذا الحي، كيف نختار البديل؟ ايضا مع الحظر هذا كيف سنقضي اوقاتنا في المنزل داخل البيت؟ يمكن الان شوي الحمد لله فتحت الامور، السابق كان الحظر شبه يعني متكامل، فنضع عده حلول، مثلا نعمل مسابقات، حلقات نقاش، حلقات قران، اعمال المنزل، قد البعض يقرر فقط مثلا يختار احد البدائل، انا اريد فقط هذا البديل. طيب تسأل لماذا اخترت هذا البديل؟ ماذا سيحقق لك؟ تتعلم كيف يختار البديل. الخطوة الثالثة وهي أهمها وهي اللي فيها أحيانا يعني تفكير ونقاش، اللي هي اختيار البديل المناسب ليحقق الهدف، اللي هو اتخاذ القرار. Thank you.